هل يؤمن السلاطين والملوك بالسحر كما العامة؟ ذاك هو السؤال الذي يقودنا كيف انصاع الحسن الثاني لأقوال وأعمال الساحر المنتمي لمنطقة تنالت. يثير هذا الموضوع الكثير من الجدل نظرا لحساسيته وتعقيداته، فقد نشرت جرائد المغربية على صفحاتها خبر وفاة فقيه مشهور في مواجهة السحر، وقرر الملك الحسن الثاني أن يبني على قبره قبة مكرمة في منطقة تسمى تنانس على بعد 200 كيلومتر من أكادير. ما قصة هذا الفقيه الساحر بالحسن الثاني وبقصر أكادير؟ ولماذا قرر الحسن الثاني بناء قبة للفقيه الساحر بمنطقة تنالت لتصبح مزارا للمغاربة وللباحثين عن السحر والشعوذة؟ في هذا التقرير التاريخي نرسم ملامح من شخصية هذا الفقيه الذي أعجب به الحسن الثاني، وكيف كان ينظر إليه ويلبي مطالبه، وما هي الأعمال التي أداها هذا الساحر خدمة للحسن الثاني. ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. شكل بناء قصر أكادير هما وقلقا كبيرا للحسن الثاني الذي لا يستطيع النوم، واعتبره الملك من فعل السحرة. نتناول هذا الأمر من روايتين مختلفتين في هذا الموضوع. الرواية الأولى حسب رواية الصحفي مصطفى العلوي، فإن الأمر يتعلق بفقيه اسمه الحاج الحبيب، وهو قطب رباني قربه الحسن الثاني إليه عندما تعقدت أزمة القصر الملكي المخيف بأكادير، وكان من أكبر المستفيدين من هذا الفقيه، إضافة إلى ملك البلاد الوزير القوي إدريس البصري الذي كان هو الذي قدم هذا الفقيه للملك، وربما هو الفقيه الذي أخبر الحسن الثاني صديقه الملك حسين باعتماده لحل إشكاليات السحر. وقد لوحظ الحسن الثاني في تلك الأيام يحمل في يده على الدوام سبحة صنعها له الفقيه الحاج الحبيب، بينما ذهبت صحف أوروبية ومغربية إلى الادعاء بأن هذا الفقيه تم استدعاؤه من طرف وزير الداخلية إدريس البصري مرة إلى وجدة ليتوجه إلى منطقة جوجبغال والتي اجتمع فيها الحسن الثاني بالرئيس شاذلي بن جديد، وأن الفقيه الحاج الحبيب سبق اجتماع رئيس الدولتين برش خيمة الاجتماع بخليط من البخور. وقالت الصحف أن هذا التبخير أعطى نتائجه بعد أن أصبح الرئيس الشاذلي داعية للتصالح مع المغرب إلى أن أقدم بعد إقالته على شراء قصر في طنجة والسكن به إلى نهاية حياته وكأنه مواطن مغربي عادي. الحاج الحبيب هذا وقد أصبح المزار حول قبته شمال مدينة أكادير كان في حياته وبيته في سطات، والقصة يحكيها مقربون إليه عندما رن تليفون بيته صباح جمعة ليكون الوزير إدريس البصري هو الذي يكلمه ويقول له إنني أنتظرك أن تأتي عندي إلى الرباط. الوزير القوي محتاج إلى الفقيه المتمرس في مجال السحر، وأخبر الفقيه الوزير بأنه مستجيب، وذهب للحمام يحلق دقنه عندما أفلتت يداه وأصاب أسفل لحيته بجرح بواسطة موس الحلاقة، فقال لأقربائه إنه جن ضربني حتى لا أتوجه إلى الرباط. وفعلا اتصل بالوزير تليفونيا لكي يقول له أن الجن يمنعونه من السفر، ويقول له إدريس البصري يجب أن تصل عندي إلى الرباط اليوم، أنا لا أعرف لا جن ولا إنس، وقطع عليه التليفون. ويركب الحاج الحبيب سيارته التي كان يسوقها بنفسه، وقبل مغادرة شوارع المدينة يقع حادث سيارته عن الطريق واصطدمت بعمود ضخم كسرت جمجمة الفقيه حاج الحبيب الذي مات لتوه. ليكتشف الدركيون المراقبون أن الخطأ خطأه، ويتولى إدريس البصري بإخبار الملك ويتوقع الاثنان الأخطار متشائمين نعا من هذا الموت الذي قال الحبيب أن الجن هو الذي منعه من السفر.
رواية ثانية لعلاقة الفقيه الحاج الحبيب بالملك الحسن الثاني، فقد أرسل للملك هذا الرد قائلا: قل لسيدنا أنني أحترمه وأقدره وأعتبره إماما للمؤمنين، ودعوته لي شرف كبير أعتز به، لكني لا أستطيع تلبية دعوته، فإذا كان حقا يرغب في رؤيتي والحصول على بركتي فليحضر إلى الزاوية هنا، فمن تواضع لله رفعه. هكذا كان رد العلامة الزاهد الضرير حاج محمد بن الحبيب على مرسول الملك الذي طلب منه التحرك فورا للقاء الحسن الثاني في قصره بأكادير، رد لم يكن إلا ليزيد الفقيه المتضلع في القرآن وعلومه حظوة ومكانة لدى الملك. كان الحاج الحبيب حسن الهندام حريص على وضع الكحل بالعينين والسواك في الفم، متواضع في عطر المسك، وقد أمسك بسبحة خفيفة تداعب أصابع يديه دون أن تفارق الابتسامة محياه. هكذا كان يبدو الفقيه الحاج محمد كلما حاول دلف باب القصر الملكي في أكادير بعدما كسرت علاقته بالملك الراحل كل الحواجز البروتوكولية، وأصبح يدخل وقت ما يشاء وأينما يشاء. بعد رحلات شبه أسبوعية أحيانا أدمنها الملك بين قصره في الرباط ومنطقة تنانت بإقليم أيسباها لمجالسة الفقيه العلامة الحاج محمد في زاويته هناك حيث يوجد قبره الآن، دعا الملك الراحل الحاج محمد إلى قصره في أكادير للمشاركة في حفل ديني في القصر سيحضره العديد من فقهاء سوس وعلمائه البارزين، وهو ما حصل. انفرد الملك بالفقيه الحاج محمد والحاج طيب والحاج مولاي القرسيفي وفقهاء آخرين، وقال لهم: لقد دعوتكم اليوم لأن أمرا غريبا يحصل وهنا داخل القصر، أمر لاحظته وأخبرني به الخدم، فأشياء غريبة تحصل داخل قاعة العرش وصالونات الاستقبال والصالات والممرات، وأعتقد أن الأمر لها علاقة بالجن، فأنا أطلب منكم أن تتولوا الأمر وأن تكتموه أيضا. تقول مصادر مقربة من الحاج محمد الذي حضر اللقاء. خلاصة القول: تختلط الكثير من الأدوار ومن الشخصيات التي تؤدي دور الراقي والساحر والقارئ، ويذكر أن نائب الفقيه إبراهيم هو المدفون في زاوية نالت وقد نصبه مكانه، إلا أن كل الحسابات تقربنا من أن يكون الفقيه صديق إدريس البصري، هو الشخص من نفس المنطقة، منطقة شوس، التي أعطت الكثير من الفقهاء والسحرة. وهذا هو السجل التاريخي، وما صدر من كتب عن هذه المنطقة يكشف أن منطقة سوس أعطت الكثير من المتخصصين في السحر والرقية. للموضوع بقيه.